اسمعوا يا جماعه كده، طالبه من طلاب الثانويه العامه المظلومين السنه اللي فاتت والباقين اللي قاعد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا بنتي في ايه مالك انت منهاره ليه؟ احنا عندنا غش كتير قوي. انا ببقى في امتحاني تليفوني بره مع مامتي، بخرج بلاقي الامتحان بالاجابات مبعوت لي الساعه 9:30. الطلبه بتدخل بالتليفونات في الكوتشي، تدخل تنزل الحمام تطلع الاجابات تطلع تحلها. انا بس انا مش عايزه اي حاجه غير هو سؤال. انتوا ناويين تدمرونا؟ يعني انا تاني سنه ليا السنه دي. طب انت مفيش ذنب يعني؟ لجنه كلها بتغش، كله قرف كله قرف، كله بينزل حمامات يطلع لي بالامتحان الساعه 10، بتبقى كل الناس مخلصه وعايزين يخرجوا وانا ببقى قاعده بتدمر. انا 3 ساعات انا مش عارفه احل، انا مش بلحق اخلص الامتحان. بيجي عليا نص الامتحان بحل اي حاجه من الوقت. المراقبين موترين، بيقعدوا يتكلموا في اكل واللي معرفش عندها مشاكل مع جوزها ويقعدوا يزعقوا واحنا تعبانين. يعني انا تاني سنه ضيعت تعب اهلي سنه. طب ايه دي بس مدمره من الكيمياء ولسه في نفس النسخه. كل ما انت دخلت انا واحده شايله 5 مواد، انا مش عارفه انا عديت ازاي في مادتين ومدخلني 5 مواد وجايبه النص في مادتين. انا تعبت، انا كنت بحلم باسنان دلوقتي. انا بدعي ربنا نطلع صوتي ونلحق كليه حكومه بس بجد. حسبي الله ونعم الوكيل بجد. واللي بيحل لي الامتحان في العربيه، يعني هو احنا عشان احنا اولاد متغلبه يعني؟ يعني طب انتوا عايزين انا بصلي الحمد لله وعارف ربنا ومش بسيب فرق. انا فكرت في الانتحار النهارده وكنت هعملها. بس انا صعب عليا اهلي قوي. طب بس ايه؟ نسالك كم ماده؟ نسالك كم ماده؟ بقالي 2. طب بس ايه؟ ان شاء الله ربنا يكتب خير. والله انا معايا جروب على التليفون، صحابي عايشين حياتهم طول السنه وبيحلوا الامتحان الساعه 10 وخلصنا امتحان الجروب. انا عايزه ابلغ عنه. لا انا عايزه ابلغ عن الجروب. التجربة على واتساب اسمه تسريبات. انا عايزه ابلغ عنهم، مش اذيه ليهم بس عشان حرام اللي انا فيه حرام. انا طالع عين اهلي سنتين وفي الاخر مش شايل حاجه. انا بطلع من الامتحان اقول يا رب اطلع منها صافي. انا واحده حلمي اتدمر. انا واحده بنام وبقوم كل يوم على كوابيس. بجد حرام عليكم انتوا بتعملوا فينا بجد. ارحمونا عشان احنا فعلا تعبنا. ارحمونا ونبهوا على المراقبين يحسوا بينا. احنا مش عايزين نغش ولا قرف، احنا ناس تعبنا ومش عايزين نغش ومش عايزين نغضب ربنا. بس ارحمونا يعني، ارحمونا شوية يعني. ارحمكم في الارض يرحمكم من في السماء، عشان احنا نفسيتنا اصلا متدمرة. والتفكير اخر قلة ادب، اخر قلة ادب بجد. احنا داخلين احنا طلبة ولاد ناس محترمين. انا اخواتي كلهم شهادات عالية بجد. ارحمونا. انا بخرج من الامتحان ما ببقاش قادرة ابص في عين ماما بجد. انا مش عارفة اقول لها ايه يعني. انا نفسي اقول لها ان هي ما تحطش امل فيا تاني بجد. مش تأثير مني والله، أنا مقصر. أنا مش عارف اللي بيحصل يعني، مش عارف ده غضب من ربنا ولا لا. لا والله ربنا بيحبنا كلنا إن شاء الله، ما فيش أي حاجة إن شاء الله. بس تهدي كده وإن شاء الله نوصل صوتك. أنا مش عارفة ده، ومش مش عارفة زي مش عارفة زي مش عارفة أذاكر المواد اللي جاية ولا لأ. بس أنا تعبت بجد وحسبي الله ونعم الوكيل بجد. حرام اللي بيحصل فينا بجد، عشان احنا فعلا تعبنا. ويا ريت حد يشوف لنا التسريبات يعني. لو هو هيسرب يسرب عن كل يعني. لو الموضوع غش عرفونا يعني. طالما الناس بتتقي ربنا كده ومش عارفه تعيش او مش عارفه تكمل في التعليم فعرفونا. يعني هو انتوا عايزين تدمروا دفعه تانية؟ يعني الدفعه دي طالعه بدفعتين مش دفعه واحده. انا مش عارفه اقعد مع اهلي في البيت. انا روحت من الامتحان ونزلت، انا مش قادره مش طايقه اقعد ابص في الشوم عشان اللي انا بعمله في يوم. طب بس ايه دي؟ سيبها لله كده، سيبها لله وقول يا رب ان شاء الله يبقى في حل. يلا ونعم الوكيل. يا ريت حد يشوف لنا حل، عشان احنا كطلبه عندنا 19 سنه احنا اتدمرنا. احنا لسه بنقول بسم الله في حياتنا، حياتنا كلها بقت سودة. طب اهدي بس، اهدي وربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله ليك حل يا رب. بس من نفسك قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب، ربنا يضيع تعبك ان شاء الله. يا رب بس انا لو حصل لي حاجه والله العظيم انا ما بسامح اي حد خد مجهودنا ومجهودنا.
اهلي، انا مش مسامحه اي حد قسم بخاطر اهلي عشان هم فعلا تعبوا بجد. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بجد. قول يا رب يا رب. ماشي يا بنتي، ماشي ماشي ماشي.